شيخ خالد، ابتدأنا هذه السلسلة من سلسلة حلقات برنامج قصة نبي بالتعريف بالله وآدم عليه السلام، وها نحن نستمر ونواصل حديثنا إلى أن وصلنا الآن إلى خير البرية، خير من وطئت قدمه الثرى صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم. فمن هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الركب المبارك من سادات الدنيا وأئمة الهدى ابتداء بأبي البشر آدم عليه السلام، ومرورا بسلسلة مباركة من النبيين، ومنهم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، نصل في هذه الحلقة إلى ذروة البشرية مقاما ومنزلة ومكانا وإيمانا وعلما بالله. ذروة البشرية في كل فضيلة، في كل خير، في مقامه عند رب العالمين، وفي مقامه في فضائل الدنيا وخيرات الآخرة. إننا سنتحدث عن من تعجز الألسن في الإحاطة ب ما له من شيم كريمة خصه الله بها وحباه بها، إنه الرسول الكريم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذاك الذي أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات والنور إلى النور، ذاك الذي أخذ الله تعالى الميثاق على جميع النبيين من آدم إلى آخرهم عيسى عليه السلام أن يؤمنوا به إذا لقوه أو خرج وهم على الحياة. فقد أخذ الله تعالى الميثاق على كل نبي أن إذا خرج محمد أن يؤمن به وأن يتبعه. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا بجملة من الصفات الكريمة، ومن ذلك قوله: يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو محمد الذي بعثه الله تعالى في مكة وختم به الرسالات، وجعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم. والسيادة هي جمع الفضائل والخيرات، فقد جمع الله له الخصال الكاملة الشريفة من كل وجه، لأن السيد في الشيء هو من بلغ الذروة فيه. فتقول مثلا: سيد الكلام، يعني الذي يجمع كل معاني الكلام الطيب الحسن. سيد الناس هو الذي جمع الخصال المباركة والشريفة في كل الناس. فسيد ولد آدم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي عرفنا به بأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشم القرشي. الإيمان به واجب، وسنتكلم عن شيء من حقوقه صلى الله عليه وسلم في ثنايا هذه الحلقة. جميل. وهل كان العرب زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى من يجدد لهم دينهم؟ العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على ميراث أجدادهم وآبائهم من بقية دعوة إبراهيم ورسول الله إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. فلم يأتي بعد إسماعيل للعرب رسول، لكن الحاجة إلى الرسول لم تكن خاصة بالعرب، إنها كانت عامة لكل أهل الدنيا. لذلك جاء في الصحيح، صحيح الإمام مسلم، من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يخبر عن الرب جل في علاه، قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، أي كره ما هم عليه وما كانوا يسيرون عليه من عمل وما كان شائعا بينهم من اعتقاد، مقتهم أي أبغضهم وكرههم جل في علاه، إلا بقايا من أهل الكتاب. تصور بقايا نفر قليل من أهل الكتاب. فالبشرية كلها كانت في عمى، كانت في ظلمة، فلم يكن الناس في يوم من الأيام
بحاجة إلى من يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم سبل السلام وينير لهم الطريق كذاك الوقت الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الأرض مجدبة والسماء وقد صوح نبتها واقشعر لونها، فلم يبقى من أثار النبوة إلا شيء يسير، والناس في حاجة ماسة إلى من يدلهم على الله تعالى، من يعرفهم به، من يبين لهم الطريق الذي يصلون به إلى الله جل وعلا. فكانت حالة الناس ليس فقط العرب بل الأمم كلها كانت في حاجة في غاية الضرورة وأمس الحاجة إلى من يخرجهم من الظلمات إلى النور. كانت هناك دعوات مفردة يمنة ويسرى لأفراد من الناس يذكرون حتى تشتهر أخبارهم فيما إذا كانوا خارجين عن ما كان عليه الناس من عبادة الأوثان أو ما كانوا عليه من التوجه إلى غير الله تعالى والظلم الشائع بينهم والفساد المنتشر بينهم. فجاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت في أشد الناس في أشد ما يكون حاجة إلى الهداية والإرشاد. إذا مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان كقدوم الغيث الذي يعم أرجاء الأرض، فتخضر الأرض وتعيش الحياة من جديد فترتوي من هذا الغيث العميم. لو تحدثتم أيضا شيخ خالد عن ولادته ونشأته والمراحل التي سبقت ذلك وما بعدها. هو النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة، ومكة كانت آمنة مميزة عن سائر بقاع الجزيرة بتحريمها وحفظها وصيانتها وتعظيم الناس لها، وقد أقض هذا الوصف لهذا البيت الحرام الذي يفد إليه الناس من كل مكان مضاجع بعض من لم يعرف لهذه البقعة مكانها. فجهز إبراهيم جيشا لغزو مكة حتى يزيل هذا البيت ويستبدله ببيت آخر يزعم أنه سيفد إليه ناس كما يفدون إلى مكة. فجاء قد ساقه قدره وما سبق في علم الله تعالى من الشقاء له، جاء إلى هذه البقعة إلى مكة البلد الحرام يريد أن يهدم هذا البيت، وذلك في وقت لم تكن العرب عندها من القوة والقدرة ما تحمي به هذه البنية، وإنما الحماية كانت من الله جل في علاه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فهي صيانة من رب العالمين وحفظ. لما جاء إلى تخوم مكة تخوم الحرم ولما يدخله خرج له بعض أهلها كعبد المطلب كما تذكر كتب السير، وطالبه بإبل له قد عدى عليها بعض جيش إبرهة، فقال أتخاطبني في إبل لك وتترك البيت الذي تعظمه ويعظمه آباؤك وأجدادك؟ قال أنا رب الإبل ولله وللبيت رب يحميه، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فهذه الكلمة طارت مثلا وصدق حيث وصفه بالتوصيف الصحيح، فالبيت لله عز وجل هو الذي يتكفل بحمايته إذا عجز الناس عن حمايته. إبرهة لما أراد هدم الكعبة وقد جمع لها ما جمع من الجيوش وأتى بالفيل معه من أقصى الجزيرة حتى يهدم البيت، آذن الله تعالى بالطير والهلاك لأولئك كما قص جل وعلا في سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم أي مكرهم وسعيهم في تضليل هدم هذا البيت، ألم يجعل كيدهم في تضليل أي في ضياع وتيه، لم يدركوا شيئا حيث رجعوا حيث هلكوا ولم يبق منهم شيء، ألم يجعل كيدهم في تضليل، كيف ذلك؟ فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، أي كعصف وهو ما يكون من الزرع والنبات إذا حصد مأكول ليس فيه ما يرغب ولا فيه ما يحب. وبهذا آذن الله تعالى، وكانت هذه من بدايات أو في مقدمة
بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتهيئة لبعثة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فأظهر الله من دلائل قدرته وعظيم صنعه وحماية لهذا البيت ما دفع به هؤلاء عنه. في ذلك العام وهو عام الفيل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمنة أمه ومن أبيه عبد الله. وقد كان صلى الله عليه وسلم قد ولد في مكة، مات أبوه قبل أن يراه، ثم تكفل به جده عبد المطلب وبقي في كفالة جده مدة بداية حياته وفي فترة صغره ونعومة أظفاره حتى وفاه الأجل. وقد سماه محمد ولم يكن هذا الاسم مشهورا ولا معروفا عند العرب ولا شائعا بينهم، إذانا بما بشر الله تعالى به من هذا الاسم قبل بعثته، وذلك في كلام المرسلين قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فولد صلى الله عليه وسلم وبقي مع أمه إلى أن بلغ سن السادسة، ثم ماتت أمه صلى الله عليه وسلم، ثم في السنة الثامنة مات جده وكفله عمه أبو طالب، وترعرع ونشأ في كان في عمه أبي طالب إلى أن شب وكان على أكمل هدي صلى الله عليه وسلم في زمانه وحال العرب، فلم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ردى ولا اشتغال بخنا ولا فساد ولا ميل إلى الأصنام، بل كان متجافيا عن كل رذيلة وكل رديء، وكان كثيرا الانعزال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتفكر ويتأمل في هذا الكون وفي آلائه وآياته التي تدل على أن وراء هذا الكون مدبرا يخلق ويرزق يملك ويدبر، وأنه مستحق للعبادة دون هذه الأصنام الشائعة التي ملأ بها أصحابها مكة وأرجاءها، حتى وضعوا في بيت الله الحرام في الكعبة المشرفة ومن داخلها ومن خارجها ما يقارب 300 صنم كما جاء ذلك في الأخبار. نعم، وكان يتصف صلى الله عليه وسلم بصفة الصادق الأمين. نعم، هكذا كان قبل ذلك، وهذا من التهيئة. أنت إذا نظرت وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هيأه الله تعالى منذ من قبل بعثته تهيئة وتوطئة لرسالته وبعثته صلى الله عليه وسلم، فلم يحد عنه كذب ولا أي نوع من أنواع الانحراف المسلكي والأخلاقي يمكن أن يكون سبة أو ذريعة لمن يكذبه أو لا يقبل خبره صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. وماذا عن مبشرات قرب بعثته صلى الله عليه وسلم، ومتى بدأت تظهر تلك العلامات؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشائر بعثته أول ما بدأ به الرؤية الصادقة، فكان صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا في المنام فيراها رأي عين كفلق الصبح، وحبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء أي الانعزال عن الناس. كان قد تزوج صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وعمره 25 عاما، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج للتجارة والعمل، ثم كان في آخر الوقت يكثر الانعزال فيذهب إلى رؤوس الجبال ويبقى فيها الليالي والأيام، ثم يعود إلى أهله ويتزود إلى لمثل تلك الأيام فيعود إلى خلوته صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك كان إذانا وتهيئة له صلى الله عليه وسلم لهذا الوحي العظيم الذي ألقاه الله تعالى إلى نبيه الكريم. استمر هذا الأمر إلى أن آذن الله تعالى بمجيء الوحي بعد أن اكتمل للنبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما، فجاءه جبريل في غار حراء وهو في أعلى جبل في مكة أو من الجبال العالية في مكة، جاءه على صورة لم يعهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه فضمه إليه ضمة فقال له اقرأ حتى بلغ في الضم كما يصف صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مني الجهد، يعني من شدة المشقة والعناء بسبب الضم، ثم
قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. إيش معنى ما أنا بقارئ؟ يعني أنا لا أحسن القراءة، لا أجيد القراءة. وليس المعنى أنه أنا لست قارئا لن أطيعك، لا، إنما ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة التي أمرتني بها. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولم يكتب، بل كان أميا صلى الله عليه وسلم. ثم أعاد عليه مرة ثانية ومرة ثالثة، كل ذلك يقول ما أنا بقارئ. ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات هي مفتاح دعوتي، هي مفتاح نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بها صار نبيا، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت هذه الآيات على وجزتها وجدت من عظيم ما فيها من دلائل ألوهية الله وأنه لا إله غيره سبحانه وبحمده ما تقر القلوب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالخلق هو دليل، صفة الخلق هي أكبر الأدلة على إلهية الله جل وعلا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بعد أن ذكر عموم الخلق خلق الإنسان من علق، فوجه الانتباه إلى خلق الإنسان المأمور بالعبادة الذي جاءت هذه الرسالة له. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبه يعلم أن هذه القراءة التي أمر بها هي مفتاح العلوم، وأشرف العلوم وأعلاها هو العلم بالله جل وعلا. ولذلك كل قراءة لا تدلك ولا توصلك إلى معرفة الله والعلم به فإنها لا تفيدك ولا تكون في ميزانك يوم القيامة، إلا أن يقرأ الإنسان معارف وعلوم يحقق بها العبودية لله تعالى، كالعلوم التجريبية والطبيعية التي يتحقق بها عمارة الأرض على وجه يرضاه الله تعالى، فهذه تابعة في الأجر والثواب. وإن كان الأصل في القراءة التي يؤجر عليها هو ما كان متصلا بالعلم بالله سبحانه وبحمده. جميل، أنا سأدنك شيخ خالد بالانتقال للأخ مسلم، يبدو أن عنده بعض الأطروحات وبعض الأسئلة يود بطرحها عليكم. جزاك الله خير شيخنا. المتتبع أو القارئ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لن يمل أو لن يجد الوقت الكافي للوقوف على جميع هذه الجوانب، والحلقة السريعة إطلالة السريعة على حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وانطلاقا من قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما هي جوانب الأسوة من موقف لنا نحن معاشر الشباب نقتدي بها بنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت جميع حياته واجبا علينا الاقتداء بها؟ اللهم صل على محمد. الحقيقة أن الجوانب الأسوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنحصر كما ذكرت وتفضلت أخي مسلم في جانب من جوانب حياته، هو أسوة للشباب والصغار والكبار والذكور والإناث والحكام والمحكومين والعلماء والمتعلمين، أسوة لكل أحد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلذلك كل ما يكون من شأنه صلى الله عليه وسلم يجد فيه الإنسان من علامات الاقتداء وسمات الاهتداء ما يحث النفوس على التأسي به صلى الله عليه وسلم. لكن مما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالشباب هو النظر إلى التأمل والفكر وإعمال النظر في ما يزكو به الخلق ويسمو به تسمو به النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بداية حياته ومن أوائل وقته لم يكن صلى الله عليه وسلم مشتغلا بما يشتغل به كثير من الناس من اللهو والشهوات. وهنا أقول بقدر سموك أيها الشاب وأيتها الشابة، بقدر سمونا عن الشهوات وبعدنا عن الانخراط والغرق في وحلها، بقدر ما تسمو عقولنا وتزكو نفوسنا وترتقي قلوبنا. هذا لا يعني أن نحرم ما حل الله تعالى، فمن الشهوات ما أذن الله تعالى بها بل فيها أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، أي أن يأتي أحد ما أحل الله له من الشهوة له فيها صدقة. لكن أن يكون هذا شغلا جاذبا لنا
مقعدا لنا على السمو، هذا مما ينبغي أن يتنزه عنه المؤمن. نعود إلى ما تكلمنا عنه في سياق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. دهى النبي صلى الله عليه وسلم أمر ليس له به عهد ولا له به معرفة، فذهب إلى أهله وقد أصابه ما أصابه من الوجل والخوف من هذا الذي غشى، خشي صلى الله عليه وسلم على نفسه، فذهب وقال لزوجه خديجة: زملوني زملوني، أو دثروني دثروني، لشدة ما أصابه من رجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، حتى سكنته وهدأت وذهبت وهي المرأة الحكيمة الرشيدة إلى رجل له علم بما أخبرها به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المجيء، فذهبت إلى قريب لها من قبيلتها وهو ورقة، فعرضت عليه قالت له: اسمع من ابن أخيك. فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى وما أتى، فقال: هذا الناموس الذي كان يأتي الأنبياء، فلئن صدق هذا لا يخرجنك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قالت: قال نعم، ما جاء، قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن طالت حياتي لأتبعنك ولا أنصرنك. موقف قبل ما يعني إحنا لا نستطيع أن نغطي هذه السيرة العطرة المباركة التي تمتلئ القلوب يقينا وإيمانا بذكرها وسماعها، وتترطب الألسن بالكلام فيها والحديث عنها. لكن أقف مع موقف خديجة لما جاءها زوجها وقد أضناه ما رآه وأتعبه ما شاهده من موقف ليس له به عهد، حيث قالت: كلا والله لا يخزيك الله. هذا الكلام الثابت اليقيني منها بكلمة كلا وباليمين، ما كان مستنده، ها ما كان مستنده، إن مستنده هو ما عرفته من سيرته وسجيته، وهي طيب الخصال وطيب النشأة وكريم الأخلاق التي جعلتها توقن بأن مثل هذا لا يمكن أن يناله خزي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الدهر، خصال وأخلاق شريفة لا يمكن أن يخذل صاحبها، هي الذي استدل هذا الذي استدلت به خديجة رضي الله عنها على حسن خاتمة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاءه.